قامت دولة الاحتلال التركي وكما كان متوقعا بشن عدوان جديد على مناطقنا مستهدفة بذلك البنى التحتية والمدنية في تحد صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، حيث راح ضحيته العديد من المدنيين والأبرياء، كل ذلك أمام مرأى ومسمع العالم وخاصة الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في الملف السوري، والتي لم تحرك ساكنا حتى الآن أمام أنجهية آلة الحرب التركية على القرى والمدن الآية بالسكان. الجميع يعلم أن الدولة التركية وبعد الخسائر العسكرية الفادحة التي منيت بها في مناطق الدفاع المشروع وتدهور كبير للليرة التركية ومحاولة الدولة التركية اللعب على المحاور الدولية مستفيدة بذلك من الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب الأذربيجانية الأرمنية، كذلك الأزمة الحادة لحزب العدالة والتنمية ورأس سلطتها أردوغان وفشل مشروع الشرق الأوسط الكبير أمام الإدارة التاريخية لشعوب المنطقة والمقرر أن تمارس فيه تركيا وعلى رأسها أكفي رأس الحرب كدولة راعية للإرهاب العالمي. ونتيجة لذلك كان لابد لدولة الاحتلال التركي أن تلقي بأزمتها الداخلية إلى الخارج متهورة مرة أخرى بحرب شعواء على شمال وشرق سوريا في محاولة جديدة لضرب الاستقرار والأمن الداخلي والتعايش السلمي ومشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية. مكونات المنطقة كاملة موسعة هذه المرة من استهدافاتها لتشمل جميع جغرافيا شمال شرق سوريا وخاصة أماكن تواجد عناصر داعش الإرهابي في المخيمات والسجون. إننا في لجنة البلديات في مقاطعة الحسكة في هذا الوقت الذي نرفض فيه هذه الأعمال الوحشية لآلة الحرب، كما أننا نطالب المجتمع الدولي بالوقوف في وجه هذه التجاوزات وأنصاف القضية العادلة لشعوب شمال وشرق سوريا والتي دفعنا ثمنها آلاف الشهداء والجرحى على أطهر أرض عرفت التاريخ.